بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ معكم موديل هذا اخواتي، موديل عجبني، اتمنى يعجبكم انتما كذلك. راح نبدأ بسلسلة عشوائية، سلسلة عشوائية فقط. موديل شباب بزاف، هذا قدر كافي. اذا نطلع 1 2 3، ان شاء الله يكون تصوير واضح. نخلي 1 2 3، بمثابة عمود، 1 2 3 بمثابة عمود، وندخل في الرابع وندير عفو، نزيد 1 وندير 1 2 3 بمثابة عمود وندير عمود. عدنا 2 أعمدة، ندير 1 2 3 ونخلف غرزة، 2 3 4، في الخامسة ندير عمود، 1 عمود 2، في نفس الغرزة 3 4، إذا عندنا 4 أعمدة في نفس الغرزة. نزيد ندير 3 سلاسل، 2 3، ونلف الخيط ونخلف 4 سلاسل، وفي الخامسة ندير نفس الشيء. إذا نحسب 2 3 4 5، عمود في نفس الغرزة 2 3 4، هذا الشكل. هذا نزيد 1 2 3 ونحسب 3 سلاسل، 1 2 3 4، في السلسلة الخامسة ندير 4 أعمدة بلفة في نفس الغرزة، عفوا، عمود 2 3 4، ونكرر نفس العملية حتى نهاية الصف، ونرجع لكم على الشكل هذا. وصلنا نهاية الصف، كمل الخدمة 1 2 3 4 5، ندير كما البداية 2 أعمدة كل عمود في غرزة، هذا هو الصف على الشكل هذا. نطلع 3 سلاسل، 2 3، وندير عمود فوق العمود، هذا 3 سلاسل بمثابة عمود، ونزيد العمود الثاني، ندير سلسلة ونلف الخيط ونختم في الفراغ هذا تحت 3 سلاسل. نحسب 5 لفات، 1 2 3 4 5،
هذه الخمسة لفات، والروح الفراغ الثاني اللي عنده ثلاث سلاسل، وندير نفس الشيء، خمسة لفات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة على الشكل هذا، ونخرجهم مع بعض على الشكل هذا، وندير ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، نزيد في نفس الفراغ ندير خمس لفات، لفة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نزيد الفراغ الجاي ندير خمس لفات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ندخل لف الكروشيه ونخرجهم كامل مع بعض، عفوا نزيد واحد اثنين ثلاثة، وندير في نفس الفراغ خمسة لفات، لفة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لف الخيط ونروح الفراغ الجاي، لفة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نلف الكروشي ونخرجهم كامل مع بعض، نقفل الخدمة تاعنا ونزيد ندير ثلاث سلاسل في نفس الفراغ، نزيد نكرر العملية، لفة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نلف الخيط ونروح الفراغ الجاي، نزيد ندير خمسة لفات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نلف الخيط ونخرجهم كامل مع بعض، نقفل الخدمة تاعي ونزيد ندير واحد اثنين ثلاثة في نفس الفراغ، نزيد نكرر لفة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فراغ الجاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ندير ثلاث سلاسل في نفس الفراغ، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الفراغ الآخر نزيد ندير فيه خمسة لفات، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نلف الخيط ونخرجهم كل جميع، نقفل الخدمة تاعي وندير واحد اثنين، ونروح أعمدة اثنين الآخرين، ندير كل عمود فوق عمود، عمود وعمود، نبدأ السطر الثالث، واحد اثنين ثلاثة، على الشكل هذا تجي الخدمة تاعنا، على الشكل هذا إذا نبدأ السطر الثالث، درنا ثلاث سلاسل بمثابة عمود، نروح العمود الآخر وندير فيه كل عمود فوق عمود، عفوا ندير سلسلة اثنين، ونروح فوق الغرزة
اللي قفلنا بها العمل السابق، ندير 4 أعمدة في نفس الغرزة، 4 أعمدة بلفة كما السطر الأول. عفوا، عمود، 2، 3، 4، سندير 3 سلاسل، 2، 3، وزيد ندخل 4 أعمدة بلفة في نفس الغرزة، 2، 3، 4، نزيد 1، 2، 3، 3 سلاسل، ونجي لتحت هنا وندير 4 أعمدة. نكرر العملية نفس الشيء حتى لآخر سطر، 4 أعمدة 3 سلاسل، 4 أعمدة 3 سلاسل، وهكذا حتى لآخر سطر. ونرجع لكم، كملت السطر، في الأخير ندير 2 سلاسل وزوز أعمدة فوق زوز الأعمدة في آخر السطر، عمود، نطلع 1، 2، 3، ونلف الشغل هذا بمثابة عمود، 3 سلاسل، نزيد فوق العمود عمود، 1، 2، ونكرر العمل نفس السطر في نفس كما سطر ثاني، نلف الخيط وندير 1، 2، 3، 4، 5، وروح الفراغ الموالي وندير 5 لفات، لفة عفوا لفة، 2، 3، 4، 5، نقفل المجموعة وندير 3 سلاسل في نفس الفراغ، ندير 5، نكرر 5 لفات، لفة 2، 3، 4، 5، الفراغ الموالي 5 لفات، لفة 2، 3، 4، 5، واحد 2، 3، ونزيد 5 لفات هنا وهنا ونقفلهم منزلقة، ونكرر 3 سلاسل حتى نهاية السطر. وصلنا نهاية السطر، درنا 5 لفات، الفراغ الأخير 5 لفات، 1، 2، 3، 4، 5.
واحد اثنين وندير جزء أعمدة في الأخير، عمود وعمود. نكرر العملية ونرجع لكم. تجي الخدمة على الشكل هذا.